ومن المسائل من محاسن الشريعة أن توثق الديون بالرهن. بعض الناس ما عنده رهن، فيقول صاحب الحق ائتني بالضامن أو بالكفيل وليعلم. وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه إليها. بعض الناس لا يفرق بين الضمان والكفالة والتعريف. نحن الآن نقول كفيل ويريدون بذلك الضمان. الضمان أن تضمن ما عليه من مال، إذا لم يسدد تسدد المال. الكفيل لا، في عرف الشرع الكفيل لا، الكفيل أنت ملزم بإحضاره، تقول هذا صاحبكم، فإن لم تحضره يلزمك أن تسدد الدين، لكن متى ما أحضرته هنا برئت ذمتك. كن الضمان يتعلق بذمة المضمون عنه، إذا لم يسدد فإنك تسدد، لكن الكفيل أن تحضر بدنه فقط، إذا أحضرته انتهى الأمر. وذلك عندنا الآن يخلطون بين الضمان والكفالة، يقولون ائتني بكفيل وهو يقصد الضمان، ولذلك بعضهم يقول ائتني بكفيل غارم. والتعريف بعض الناس يعرف بعض الناس، انتبه لما تعرف شخصا لتعلم أن التعريف لو لم يسدد الدين ما يكتفى أن تقول فلان في المكان الفلاني، لا، التعريف يأخذ حكم الكفالة، فيلزمك أن تسدد. ولذلك انتبه إذا أردت أن تعرف شخصا فتحمل ما يترتب على هذا التعريف من حقوق مالية على هذا الشخص، إلا إن قلت أنا أكفل فلانا أو أنا أعرف فلانا، لكن بشرط إذا لم يسدد فلا أتحمل شيئا. هنا لك شرطك، إذا وافق عليه لك شرطك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أبي داود المسلمون على شروط. لكن ليتنبأ إلى مثل هذه الأمور. ولذلك بعض الناس مسكين يعرف، أعرف فلانا، يترتب عليها ما يترتب عليها من ضمان الحقوق، فليتنبأ لهذا الأمر.